بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح حلوة ورش من طريق الشاطبي. أشرح لكم الأحكام بين المغرب من المغرب. وقف عند قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والأرض نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. أإذا قرأنا في بتسهيل الهمزة الثانية بين لسوف أخرج حيا ولا يذكر. في الوصل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الإنسان نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. شيئا مدلول في التوسط الإشباع. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لنحضرنهم راء مفتوحة قبلها كسر تلقق الراء. جثيا قرأ نافع بضم الجيم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. شيعة أيهم نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. أيهم أشد صلت ميم الجمع وهو من قبيل مد منفصل في الإشباع. عتية قرأ نافع بضم العين. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. هم أولى صلت ميم الجمع وهو من قبيل مد منفصل في الإشباع. أولى من ذوات الياء فيها فتح وتقليل. قرأ نافع صليا بضم الصاد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا صلت بم الجمع وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الذين اتقوا نبتدئ بكسر الهمزة. اتقوا ونذر فقط اختبارا، ونذر ننتبه إلى النون والذال حتى لا تفخما لأن بعدهما راء مضمومة. جثيا قرأ نفع بضم الجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. تتلى من ذوات الياء في فتح وتقليل. عليهم آياتنا صلت من الجمع وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع. آياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. آمنوا كذلك بدل في الأوجه الثلاثة وفي مد منفصل في الإشباع. خير راء مضمومة قبل السكينة تلقى قراء. على الفتح في إذا تتلى لنا في البدل في الموضعين آيتنا وآمنوا القصر. بعدها نعطف بالإشباع في البدل. ثم نعطف بالتقليل بين نبين في إذا تتلى. وعليه توسط البدل. ثم نعطف بإشباع البدل. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكما أهلكنا نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. وهم أحسن صلت بم الجمع ومن قبيل المد المنفصل في الإشباع. طبعا ورئية بتحقيق الهمز. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا مد منفصل في الإشباع. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اهتدوا نبتدئ بكسر الهمز اختبارا فقط. هدى في الوقف لنا وجه فتح وتقليل لأن من ذوات الياء. وفي الوصل لنا الفتح فقط لأنه منون. خير راء مضمومة قبل الساكنة تلقق الراء. وخير مرد وخير مرد وخير مرد نثرايت الذي في حال الوصل. بهذا نكون أنهينا مفاد الوجه من أحكام والعلم عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.